بسم الله، مكملين في شرح الوحدة التاسعة. ده الدرس الثاني، تغيرات الحالة. برضو هنشرح الدرس كله وهنركز على الحاجات اللي جت في الهيكل. دول الخمس أسئلة اللي هنركز عليهم اللي جم في الهيكل في الدرس ده. طيب الدرس ده بيتكلم عن ايه؟ احنا اتكلمنا عن حالات المادة صلبة وسائلة وغازية. طيب هو ايه اللي بيحصل لما بسخن اي مادة؟ يعني لو جبت مادة صلبة وسخنتها بيحصل ان الجزيئات في بينها روابط، فلما بسخن الجزيئات دي بتكتسب طاقة حرارية وطاقة حركية، وبالتالي الروابط اللي بينها دي بتضعف شوية، وبالتالي بيتحول المادة من حالة لحالة. طب السائلة لما اديها حرارة ايه اللي هيحصل؟ الجسيمات دي خلاص ما عادتش هترتبط ببعضها نفس الارتباط اللي كانت فيه في السائلة ولا اللي كانت فيه في الصلبة، وهتبدأ تتحرك بحرية اكبر، فهتتحول من سائلة لغازية. طيب والعكس صحيح، الغاز لما ابدأ اخد منه حرارة يعني ابرده ايه اللي هيحصل؟ هتقوى الروابط ما بين الجزيئات، فهيبدأ يتحول لسائل. هاخد منه حرارة هتقوى الروابط اكتر فهيتحول لصلب. طيب تعالوا نشوف اللي احنا بنقوله ده على الرسم بياني ده، ولازم نفهمه جدا عشان بيجي عليه اسئلة كتير. طيب هو الرسم ده عبارة عن ايه؟ الرسم ده هو العلاقة ما بين درجة الحرارة وما بين الطاقة الحرارية. يعني انا عندي جسم بديله طاقة حرارية اللي هو كيو، وبشوف درجة حرارته بيحصل لها ايه. طيب احنا بادئين دي 243 كلفن يعني سالب 30 سيليزيوس، فاحنا اخدين هنا مثال على الجليد. الجليد ده يعني تخيل حتة تلجة درجة حرارتها سالب 30 سيليزيوس، لما تحط تحتها مثلا ولاعة او تحطها على النار او ايا كان هتديها طاقة حرارية. ايه اللي هيحصل للتلجة؟ هتبدأ درجة حرارتها تزيد لغاية لما توصل عند زيرو سيليزيوس. ايه اللي هيحصل للتلجة؟ هيحصل حاجتين غريبين جدا. ايه هما؟ اول حاجة ان انا هبدأ ادي حرارة، يعني انا مستمر في التسخين، ولكن ايه اللي بيحصل لدرجة الحرارة؟ ثابتة عند زيرو. طب ايه الحاجة التانية اللي بتحصل؟ هلاقي ان الجليد بدأ جزء منه يبقى مية، وكل ما زود حرارة المية تزيد، وكل ما زود حرارة المية تزيد لغاية لما بقى كله ماء. هنا كان كله جليد، بدأت ادي حرارة بدأت حرارته ما ترفعش، امال بدأ يعمل ايه؟ بدأ يحول نفسه من حالة لحالة. يعني الجليد خلاص الجسيمات بتاعته ما بقتش تاخد طاقة حركة وتعلي درجة حرارتها، ده بقت بتكسر الروابط وبتتحول من حالة لحالة. المرحلة ديت ليها اسم معين هنقوله كمان دقيقة بالظبط. طيب بعد كده لما المادة بقت كلها في حالة واحدة وببدأ اديها حرارة وازود حرارة، ايه اللي بيحصل في درجة حرارتها؟ هتفضل تزيد. برافو. لغاية لما هنوصل لغاية درجة حرارة كام؟ 100 سيليزيوس. ايه اللي هيحصل؟ نفس الكلام، هلاقي ان درجة الحرارة بتعتبر شبه ثابتة عند 100 طول ما انا بدي حرارة، يعني طول ما انا مسخن بلاقي ان الحرارة ثابتة. امال ايه اللي بيحصل؟ الحرارة دي بتروح لفين؟ بتروح ان هي بتغير المادة من حالة لحالة، فبتتحول من المية، وبعد كده الاقي شوية بخار طلعوا فوق المية، وبعد كده المية تقل والبخار يزيد، المية تقل والبخار يزيد لغاية لما كلها
بتبقى بخار ماء عند النقطة دي، وعند نفس درجة الحرارة هيبقى بخار ماء عند درجة 100 سيليزيوس. هبدأ أزود الطاقة، هيبدأ البخار درجة حرارته تزيد. حلو، فافهم من كده ايه؟ افهم من كده ان انا عندي نقطتين بيبقوا مميزين لكل مادة، يعني كل مادة ليها نقطتين خاصين بيها. للمية هنا او للجليد في نقطتين، النقطة اللي بتتحول عندها من الصلب للسائل، ودي اللي بسميها درجة حرارة الانصهار. يبقى درجة حرارة الانصهار هي درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من الحالة الصلبة للحالة السائلة. والنقطة التانية درجة حرارة التبخير أو درجة حرارة الغليان. إيه هي درجة الحرارة دي؟ هي درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من الحالة السائلة للحالة الغازية. طيب، يبقى احنا قلنا ان درجة حرارة الانصهار هي درجة الحرارة اللي بتحول عندها المية من الحالة الصلبة للحالة السائلة، ودرجة حرارة الانصهار هي هيها درجة حرارة التجمد. يعني ايه؟ يعني لو انا جبت تلجة سخنتها هتتحول لسائل عند درجة حرارة زيرو، دي بسميها اتفقنا درجة الانصهار. طيب، لو انا عندي سائل مية دخلتها الفريزر، ايه اللي هيحصل؟ هتتحول لصلب عند درجة حرارة كام؟ عند درجة حرارة زيرو برضو، يبقى بسميها درجة التجمد. يبقى درجة التجمد هي هيها درجة الانصهار. امال ايه اللي بيختلف؟ اللي بيختلف انا فين ورايح فين، انا فين ورايح فين. الصلب لما يتحول لسائل يبقى بيمتص طاقة. طيب السائل لما يتحول لصلب يبقى ينبعث منه طاقة. يبقى السائل بيفقد طاقة فبيتحول لصلب، والصلب بيكتسب طاقة فيتحول لسائل، وهكذا الغاز، وهكذا الغاز. طيب، ودرجة الغليان برضو لما سائل يتحول لغاز فمعنى كده ان هو اكتسب طاقة. طب غاز اتحول لسائل زي ايه؟ زي مثلا لما بنيجي نطبخ وبنغطي حاجة بنسخنها، صلصة بقى، شوربة، او ايا كان، بتفتح الغطا تلاقي عليه بخار مية. ايه المية دي؟ جت منين؟ البخار اللي طلع قابل الغطا البارد فحصل تكثف. فعشان كده درجة الغليان هي هيها درجة التكثف. يبقى احنا عندنا انصهار هو هو التجمد، والغليان هو هو التكثف، على حسب انا فين ورايح فين. طيب، حرارة الانصهار وحرارة التبخير. حرارة الانصهار هي الحرارة اللازمة اللي حول بيها 1 كيلو جرام من المادة من الحالة الصلبة للحالة السائلة. وحرارة التبخير هي الحرارة اللازمة لتبخير 1 كيلو جرام من السائل. سهلة وبسيطة. جميل. حرارة التبخير وحرارة الانصهار دي حرارات مميزة لكل مادة زي الحرارة النوعية، وده الجدول بتاعها. ايه الجدول ده؟ النحاس عشان احوله من صلب لسائل بحتاج حرارة مقدارها 2.05 × 10^5 جول، فدي كده ال H of fusion، heat of fusion. حرارة الانصهار بسميها HF، حرارة التبخير heat of vaporization،
بسميها HV. طب عشان يتحول من سائل لنحاس غاز بحتاج كمية من الحرارة مقدارها ده، وهكذا لكل المواد. دي حرارات الانصهار، دي حرارات التبخير. طيب، حرارة الانصهار وحرارة التبخير بيحصل عندهم ان المادة بتتحول من حالة لحالة ولا تتغير درجة حرارة المادة عندها. نركز قوي فيها، حرارة الانصهار وحرارة التبخير اللي انا بديهم للمادة دول ما بيرفعوش من درجة حرارة المادة، ولكن مادة بتتحول من حالة لحالة. يعني الحرارة اللي انا اديتها لقطعة الجليد دي من هنا لهنا، انا كنت بادئ من زيرو، قعدت اعلي في الحرارة لغاية لما وصلت ل 61700، عندها حصل ايه؟ عندها بدأ الجليد بدأ يتحول، قعدت اكبر في الحرارة اكبر في الحرارة لغاية لما وصلت الرقم ده. يبقى الحرارة اللي انا اديتها خلال الفترة دي اللي حولت لي كل الجليد لماء هي دي حرارة الانصهار. وكذلك هنا لما المية بدأت تتحول لبخار كنت مديله طاقة قد كده، قعدت ازود لغاية لما اديت له الطاقة ديت لغاية لما كله بقى بخار. يبقى الفرق ما بين الاتنين دول هو عبارة عن حرارة التبخير بتاعت المية. طيب، ملحوظة كمان عايزين نقولها، انا لما يبقى عندي العلاقة ديت ما بين درجة الحرارة وما بين الكيو، لو انا عندي مادتين، مادة الميل بتاعها عامل كده ومادة الميل بتاعها عامل كده، يعني ايه؟ يعني لو انا اديت نفس الحرارة للمادتين، مادة اتغيرت درجة حرارتها 10 ومادة اتغيرت درجة حرارتها بمقدار 20، فتتوقعوا انهي مادة اللي ليها حرارة نوعية اكبر؟ فنسأل نفسنا يعني ايه حرارة نوعية اكبر؟ يعني لما بتحتاج حرارة كبيرة عشان تبدأ ترفع في درجة حرارتها، يعني المادة A حرارتها النوعية اكبر من المادة B. ليه؟ لان بنفس الحرارة اتغيرت تغير بسيط، لكن المادة التانية بنفس الحرارة اتغيرت تغير اكبر، يعني حرارتها النوعية اقل. فمعنى كده ان اللي ميله كبير اللي هو البي كان حرارته النوعية قليلة، فالميل في العلاقة ديت يتناسب عكسيا مع الحرارة النوعية، او ممكن يقول لي يتناسب عكسيا، دي خليها طرديا ولكن هتبقى مع مقلوب الحرارة النوعية. يعني كلمة عكسيا دي هيها طرديا مع مقلوب. يبقى كل ما الميل زاد كل ما المادة ديت حرارتها النوعية قلت. ممكن ما نلاحظهاش قوي في الجراف، لكن المية الميل بتاعها قد كده، الجليد الميل بتاعه قد كده، فالجليد ميله أكبر، فهنلاقي إن الجليد حرارته النوعية أقل. ولو رجعنا لجدول الحرارة النوعية هنلاقي إن المية أكبر حرارة نوعية في المواد. طيب، وهكذا برضو في الرسم البياني ده، إن أنا عندي رسم بياني ما بين درجة الحرارة والزمن. يعني لو انا جبت مادتين وسخنتهم بنفس الولاعة او على نفس البوتاجاز، طيب هلاقي مادة بتسخن كده ومادة بتسخن كده. طب تعالوا بعد زمن وليكن 10 دقايق، لقيت مادة سخنت بمقدار 10 سليزيوس ومادة سخنت بمقدار 20 سليزيوس، فبرضه نفس الكلام، ان المادة اللي سخنت بمقدار 10 اخدت كمية من الطاقة سخنتها ولكن بمقدار بسيط، لكن المادة التانية سخنت بمقدار اكبر. يبقى برضه الميل بيتناسب عكسيا مع الحرارة النوعية او طرديا مع مقلوب الحرارة النوعية. ده الكلام اللي هو قايله هنا.
ميل الخط بيتناسب مع مقلوب الحرارة النوعية للماء. طيب يبقى الحرارة اللازمة لانصهار كتلة صلبة اللي هي حرارة الانصهار، دي حرارة الانصهار ال HF. حرارة الانصهار دي قلنا هي الحرارة اللازمة عشان أصهر 1 كيلو جرام من المادة. طب لو أنا عندي 2 كيلو جرام فهحتاج ضعف كمية الطاقة الحرارية، طب لو عندي 0.5 كيلو جرام هحتاج نص الطاقة الحرارية. فعشان كده قلنا الحرارة اللازمة لانصهار مادة بتساوي كتلتها في الحرارة اللازمة لصهر كيلو جرام منها. فعشان كده بنقول ان هي بتساوي كيو بتساوي ام في اتش اف، وحرارة التبخير بتساوي ام في اتش في. طيب قلنا عكس الانصهار التجمد. الانصهار ده بدي طاقة فالكيو موجبة، التجمد بسحب طاقة، فمعنى كده ان الكيو هتساوي سالب ام اتش اف. والتبخير عكسه التكثف، فعشان كده بفقد طاقة يعني سالب ام اتش في. طيب المثال ده موجود في الهيكل، هو بيقول افترض انك تخيم في الجبال، لديك 1.5 كيلو جرام من الجليد، يبقى هو هنا مديني الام في درجة حرارة 0 سليزيوس ومديني التي، تود تسخينه حتى يصل الى درجة 70 سليزيوس مديني التي 2 لكي تتمكن من عمل كوب الكاكاو الساخن، فما مقدار الطاقة الحرارية التي تحتاجها؟ طيب تعالوا كده نتفق على خطوات لحل اي مسألة من المسائل دي. ايه هي الخطوات؟ اول حاجة تحديد الحالة الاولية، يعني انا صلب ولا سائل ولا غاز ودرجة الحرارة كام. تاني حاجة تحديد درجة الانصهار او التبخير للمادة، ليه هنعرف دلوقتي. تالت حاجة تحديد عند التسخين هيحصل ايه، هل المادة هترتفع درجة حرارتها ولا هتتحول من حالة لحالة. لو هترتفع درجة حرارتها يبقى هستخدم قانون الكيو بيساوي ام سي دلتا تي، لو هتتحول من حالة لحالة يبقى هستخدم قانون، يا اما لو هتحول من صلب لسائل فهستخدم قانون الام اتش اف، ولو هتحول من سائل لغاز قانون الام اتش في. طيب تعالوا نشوف يعني ايه الكلام ده عملي. اول حاجة انا كنت جليد عن درجة حرارة 0، ادي جليد عن درجة حرارة 0 سليزيوس. انا عارف ان المية ليها درجتين حرارة بتثبت عندهم، الزيرو والمية، لازم نكون عارفين دي جدا. طيب انا عند الزيرو لما ابدأ اديها حرارة ايه اللي هيحصل المية؟ برافو، هتتحول من حالة لحالة، فهتتحول من جليد وهتبقى كلها ماء عند نفس درجة الحرارة. طيب انا عايز اوصلها لايه؟ لسبعين درجة سليزيوس عشان اقدر اعمل كاكاو، فلما اديها حرارة ايه اللي هيحصل؟ هترتفع درجة حرارتها لغاية لما توصل لسبعين، طالما قبل المية يبقى هنوصل للسبعين عادي. طيب يبقى انا مريت بمرحلتين، المرحلة الاولى اتحولت من حالة لحالة فقلنا هنستخدم انه قانون الـ MHF عشان من صلب لسائل، فالام هو مدهاني ب1.5 كيلو جرام، في الـ HF هجيبها من الجدول بتاع المية،
3.34 × 10^5. طيب دي كده كيو واحد هحسبها. طب في المرحلة التانية دي ارتفعت درجة الحرارة، طالما الحرارة اتغيرت يبقى هستخدم القانون اللي فيه تغير في الحرارة اللي هو ايه؟ ام سي دلتا تي. الام بواحد ونص في السي بتاعة المية في الدلتا تي اللي هي تي فاينل ناقص تي انيش بس، وهجمع الاتنين مع بعض. طيب رقم 21 بيقول لي استخدم الرسم البياني لحساب حرارة انصهار الجليد وحرارة تبخير الماء بالجول لكل كيلو جرام. احنا قلنا حرارة الانصهار هي الحرارة اللازمة لانصهار 1 كيلو جرام من المادة. هو الانصهار ده عبارة عن ايه؟ تحول المادة من الحالة الصلبة للحالة السائلة. طب هي امتى تحولت؟ اتحولت كانت هنا صلبة وبقت هنا سائلة كلها، فالحرارة اللي انا اديتها خلال المدة دي هي حرارة الانصهار. فمعنى كده ان حرارة الانصهار للجليد عبارة عن الحرارة اللي انا اديتها بين النقطتين دول، فهطرح الرقمين دول هيطلع لي رقم، وبصوا عليه في الجدول هتلاقوا ان انتوا طلعتوا نفس الرقم اللي في الجدول بالظبط. ال HF بتاع المية هتلاقوه هو الرقم اللي طلعتوه. طب حرارة التبخير، التبخير يعني حولتها من سائل لغاز، نفس الكلام، يبقى هطرح الرقم الكبير من الرقم الصغير، هيطلع لي كمية الحرارة اللي انا حولت بيها 1 كيلو جرام من الماء لبخار، فهو دوت حرارة التبخير. طيب اخر حاجة في الدرس دوت هو القانون الاول للديناميكا الحرارية. هي ايه الديناميكا الحرارية؟ لما لقينا ان احنا بنستخدم تحول المادة من حالة لحالة بتطلع طاقة اقدر استخدمها في صناعات كتير وفي اختراعات كتير، فعملنا فرع من الفيزياء اسمه الديناميكا الحرارية. ده بيهتم بدراسة كيفية تحول الطاقة الحرارية من صورة لاخرى. يعني ايه؟ يعني ممكن الطاقة الحرارية بتتحول مثلا في القطر ده من طاقة حرارية لطاقة ميكانيكية تقدر تمشي للقطر، فعملنا قوانين توصف ازاي بيتحول الطاقة من حالة لحالة. فالقانون الاول للديناميكا الحرارية بيقول ايه؟ بيقول ان التغير في الطاقة الحرارية للجسم اللي بنرمز له بدلتا يو بيساوي كمية الطاقة الحرارية المكتسبة. هو هنا حاطط ناقص بس انا هحط موجب او سالب الشغل. تعالوا نفهم يعني ايه. يعني دلوقتي لو انا شخص اهو اكلت مثلا شوكولاتاية، فالشوكولاتاية دي ادتني طاقة، فمعنى كده ان انا اخدت طاقة. بعد كده رحت لعبت ماتش او زقيت دولاب، فايه اللي حصل؟ عملت شغل. فالتغير في طاقه جسمي هيحصل، هتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن الطاقه اللي انا اخدتها ناقص الطاقه اللي انا استنفذتها. طيب لو احنا عندنا مثلا كوبايه ميه او كوبايه شاي سخنتها، فانا كده بدلها كيو، وبعد كده قمت مقلبها بالمعلقة. تقليبي بالمعلقة ده انا ببذل شغل عليها، فمعنى كده ان هي بتكتسب ولا بتفقد طاقة على هيئة شغل؟ برافو، بتكتسب طاقة على هيئة شغل. فهيبقى التغير في الطاقة بتاعتها عبارة عن الطاقة اللي هي اخدتها من النار زائد الطاقة اللي هي اخدتها مني عن في صورة شغل.
طيب عشان المسائل بتاعت الدرس ده تحل بكل سهولة، الدلتا يو ديت ما بعوضش بيها في اي حتة غير لما يجيب لي سيرة عن درجة الحرارة. يعني لو قال لي درجة حرارة الجسم حصل فيها تغير او ما حصلش فيها تغير، فمعنى كده ان هو بيكلمني عن الدلتا يو. وبحسبها ازاي؟ بحسبها بقانون ام سي دلتا تي. تقول لي الله، هو مش ام سي دلتا تي ده اللي هو كيو؟ فهقول لك في الديناميكا الحرارية بيعتبروا ان الدلتا يو هي الام سي دلتا تي، والكيو هي عبارة عن الطاقة الحرارية المكتسبة، هيقولها لي مباشرة جسم اكتسب طاقة حرارية مقدارها كذا. لو ما قاليش، ما جابليش اي سيرة عنها، بعتبرها بزيرو. طب لو قال لي الجسم فقد، يبقى هعوض عن الكيو ديت بالسالب. يبقى بتبقى بالموجب لو الطاقة الحرارية مكتسبة، تبقى بالسالب لو الطاقة الحرارية مفقودة. وكذلك الشغل، لو الجسم بذل شغل، فمعنى كده ان هو فقد طاقة، فهطرح منه الشغل. لو الجسم اكتسب شغل، يعني حد عمل عليه شغل من بره فهو اكتسب طاقة، يبقى لو مبذول عليه شغل فبضيف الطاقة دي ليه. يبقى التغير في طاقة الجسم بتساوي الطاقة الحرارية المكتسبة مطروح منها الشغل المبذول. او هنلاقي في المسائل ان هو بيتبذل عليه شغل، فهنعوض بالموجب. طيب تعالوا نشوف الهنتات اللي احنا قلناها ديت في المسائل. بيقول لي يعمل المثقاب ثبا صغيرا في كتلة من الألمونيوم. يعني انا عندي كتلة من الألمونيوم عايز اعمل فيها ثقب، فاستخدمت مثقاب زي شنيور مثلا او حاجة. طيب هو مديني كتلة الألمونيوم، قال لي ايه بقى؟ يسخن الألمونيوم بمقدار 5 سليزيوس. احنا قلنا ايه؟ اول لما يجيب لي درجة حرارة يبقى افهم من كده على طول ان هو بيكلمني عن الدلتا يو، اروح احسبها فورا. الدلتا يو اللي هي ام سي دلتا تي، هو مديني الام بتاعت الألمونيوم، وهجيب السي بتاعت الألمونيوم من الجدول، والدلتا تي هو مدهاني مباشرة اللي هي كام؟ 5. هو بيقول لي سخن بمقدار 5، يعني هو بقى كان 20 بقى 25، كان 5 بقى 10، المهم ان الدلتا تي سخن بمقدار 5، فهو مديني الدلتا تي على بعضها كده، جبت الدلتا يو. بيقول لي ما مقدار الشغل المبذول من المثقاب لعمل هذا الصب؟ انا جاب لي اي سيرة طاقة حرارية مكتسبة او مفقودة؟ لا، طالما ما جابليش سيرتها يبقى الكيو بزيرو. طيب يبقى الدلتا يو هتساوي ايه؟ هتساوي الشغل. معنى كده ان كتلة الألمونيوم دي سخنت بسبب ان انا بذلت عليها شغل، يعني هي اكتسبت طاقة في صورة شغل، وبالتالي الشغل اللي عمل المثقاب هيساوي 4 من 10 في السي بتاعت الألمونيوم في الدلتا تي، هيبقى هو ده الشغل المبذول من المثقاب. جميل. طيب هتقول لي زي فين بيديني الكيو مباشرة؟ زي أول مسألة، يكتسب بالون الغاز 75 جول من الطاقة الحرارية. طالما قالها لي وش كده يبقى هي دي الكيو. قال لي بيتمدد البالون لكن تظل درجة الحرارة كما هي. جاب لي سيرة درجة حرارة، يبقى بيكلمني عن الدلتا يو. أقول له اتفضل. بيقول لي يعني الدلتا يو تظل درجة الحرارة كما هي، يعني الدلتا تي بصفر، مفيش تغير في درجة الحرارة. فام سي دلتا تي هيساوي برضو صفر، يعني دلتا يو بصفر، فمعنى كده ان الكيو هتساوي الدبليو. هو بيقول لي بيتمدد البالون، يعني هياخد الطاقة اللي جايله دي وهيستخدمها في ان هو هيبذل شغل على البالون فيتمدد، فمعنى كده
ان كيو ناقص دبليو بيساوي صفر، الدلتا يو بصفر، فهودي الدبليو الناحية التانية، كيو هتساوي الدبليو، فالشغل اللي بيبذله هيبقى بيساوي كيو اللي هي 75. طيب خلونا نركز على الحاجات اللي في الهيكل بس. بيقول لي عندما تحرك كوب من الشاي فإنك تبذل شغل مقداره 5 من 100 جول. يعني هو مديني الشغل اللي ببذله في المرة 5 من 100 جول. بيقول لي ان انا ببذل شغل، يعني انا بدي لكوباية الشاي طاقة مقدارها ده لما بقلب مرة واحدة. طيب هقلب كم مرة عشان اسخن كوب من الشاي كتلته 1500 كيلو جرام بمقدار 2 سلسياس؟ اول لما اشوف درجة حرارة يبقى هو بيكلمني عن مين؟ برافو، عن الدلتا يو اللي هي بتساوي ام سي دلتا تي. طيب هي الام بكام؟ ب15 من 100، والسي ده شاي يعني مية، يعني السي بتاعت المية 480. في الدلتا تي هو قال لي لتسخينه بمقدار، يبقى هو هنا برضو مديني الدلتا تي كلها على بعضها. طيب انا جبت الام سي دلتا تي، انا جبت كمية الطاقة اللي انا محتاج اديها للشاي عشان يسخن بمقدار درجتين حرارة. طيب وهو بيقول لي ان انا لما بقلبه مرة بديله كمية الحرارة دي. طيب تعالوا نحسب دي بكام. طلعت ب1254 جول، يعني انا محتاج 1254 جول عشان اسخن كوباية الشاي درجتين، فهحتاج كام مرة عشان اقلب عشان يسخن ال1254؟ يعني زي ما اقول لك ايه، انت عشان تقدر تلعب ماتش محتاج 5 كوبايات قهوة، يعني انت كوباية القهوة بتديك 20 جول، والماتش بتحتاج تبذل فيه مجهود مقداره 100 جول، فهتشرب كام كوباية قهوة عشان تقدر تلعب ماتش كويس؟ هتقسم 100 على 20 هيديك 5 كوبايات. هنا نفس الكلام، انت محتاج 1254 جول عشان تسخن كوباية الشاي، وانت في التقليبة الواحدة بتديها 5 من 100 جول، فعدد المرات هيبقى 1254 على 5 من 100 جول، هيطلع ب25080 مرة او تقليبة. متخيلين هتعوز تقلب بإيدك 25000 مرة عشان ترفع حرارة كوباية الشاي درجتين مئوية؟ فده طبعا رقم كبير، بيبين لك ان الشغل اللي انت بتبذله ده بيكون بسيط جدا ان هو يقدر يسخن كوباية الشاي. فبكده نكون شرحنا ازاي اللي بيحصل أثناء تغير الحالة من حيث الطاقة الحرارية الممتصة والمنبعثة. لما بتتحول من صلبة لسائل أو من سائل لغاز بيمتص طاقة، لو العكس يبقى بتنبعث منه طاقة. طيب درجة الانصهار هي درجة الحرارة اللي بيتحول عندها من صلب لسائل، والغليان اللي من سائل لغاز، والحرارة بتاعت الانصهار هي الحرارة اللازمة لصهر 1 كيلو جرام من المادة، وحرارة التبخير هي الحرارة اللازمة لتبخير 1 كيلو جرام من المادة. وعرفنا ان الحرارة دي بيحصل عندها تغير المادة من حالة لحالة، ولكن ما بيحصلش تغير في درجة الحرارة. واستخدمنا قانون الـ MHF والـ MHV عشان نحسب الحرارة بتاعت الانصهار والتبخير، وعرفنا الرسم بتاع التسخين والتبريد وازاي جبنا منه الـ MHF والـ MHV، وطبقنا القانون الأول للديناميكا الحرارية، وحلينا الثلاث مسائل والأمثلة اللي قالها. أتمنى يكون الدرس بسيط، ولو عندكم أي استفسار ابعتوا لنا.